نناقش الجانب الاقتصادي والاجتماعي لقانون المالية لسنة 2025 وما هي المواد التي يعول عليها لحماية وحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. وللحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر تقنية سكايب الخبير في الشؤون الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي البروفيسور مراد كواشي. أهلا بك وشكرا لتواجدك معنا في هذه الساعة الإخبارية. أهلا بك أستاذ خالد، تحية طيبة وسلام عطر لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. بداية ومن خلال نصوص ومواد قانون المالية لسنة 2025، أين نلمس هدف الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وما هي الركائز التي يعول عليها في هذا الشأن؟ نعم، بالنسبة لميزانية 2025 هي الأكبر في تاريخ الجزائر المستقلة بنفقات تقارب 16700 مليار دينار جزائري، وبإيرادات متوقعة حوالي 8000 مليار دينار جزائري. في هذه الميزانية الشقين الرئيسيين، الشق الاجتماعي استمرار لدعم القدرة الشرائية واستمرار لدعم الجبهة الاجتماعية والتي ربما لم تتنازل عنها الجزائر تقريبا منذ الاستقلال، وأيضا الشق اقتصادي يتضمن العديد من التدابير أهمها هو التنفيذ خاصة ما جاء به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي لعهدة ثانية. فيما يتعلق بدعم الجبهة الاجتماعية، هناك العديد من المواد التي جاءت معززة لذلك، أهمها نتكلم عن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على عديد المواد، سواء خاصة المستوردة، نتكلم على اللحوم، نتكلم على الأرز، نتكلم على البقوليات، البيض إلى غير ذلك، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على عديد المواد الاستهلاكية، وهذا من شأنه أن يدعم القدرة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تضمن مشروع قانون المالية 2025 العديد من المواد مثل تلك التي ربما ترخص للبنوك بمنح قروض استهلاكية للمواطنين من أجل الحصول على خدمات. ما عهدناه سابقا أن القروض الاستهلاكية التي تقدم من طرف البنوك هو من أجل اقتناء السلع المادية، الجديد خلال هذه السنة وهي الحصول على خدمات على غرار مثلا العلاج والدراسة وغيرها، إضافة إلى مواد أخرى مدعمة مثلا للسكن الاجتماعي بناء العديد من عدد معتبر من السكنات على مختلف السياق. نتكلم أيضا على عديد مواد التي ربما ترفع أو تقلل من العبء الضريبي خاصة على المتعاملين الاقتصاديين، استمرار إلغاء لاطاب لاتاكسي لاكتيفيتي بروفيسيونيل الرسم على النشاط المهني، والذي من شأنه أن يخفف العبء الضريبي على المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي تقليل من تكلفة السلع والسلع المنتجة، وهذا ما سوف ينعكس على أسعارها في السوق المحلية. إذن أعتقد بأن هناك استمرار لدعم الجبهة الاجتماعية، تقريبا ثلث الميزانية موجهة للدعم الاجتماعي، وهذا ما يعكس حرص الدولة الجزائرية على تدعيم هذا الجانب بشكل كبير. بالموازاة مع ذلك، سيد مراد وزير المالية قال إن القانون يحمل في طياته توجهات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كيف يمكن ربط هذه النقاط بأهداف إنعاش سوق الاستثمار في الجزائر؟ ألا ترى بأنه يمكن أن يحدث اختلالات أو حتى ربما تقاطع؟ لا، هي الهدف الأسمى للاقتصاد هو تحقيق الرفاهية الاجتماعية، لكن ربما هذا سوف يستغرق وقت. إذا تكلمنا على أهداف القانون المالية التي أعلن عنها الوزير المالية، أول شيء ذكره هو الحفاظ على ديناميكية التنمية. الجزائر منذ تقريبا 5 سنوات استطاعت أن تحقق مؤشرات إيجابية على المستوى الكلي، سواء معدلات النمو الاقتصادي أو احتياطي الصرف أو تراكم في الناتج المحلي الإجمالي، وربما الآن من خلال العهدة الثانية لرئيس الجمهورية تم رفع سقف طموحات عاليا، ورئيس الجمهورية وعد بإنشاء 20,000 مؤسسة جديدة، توفير 450,000 وظيفة جديدة، إنجاز 2 مليون وحدة سكنية جديدة،
عندما نتكلم مثلا عن قطاع البناء، هو المحرك الرئيس للاقتصاد ككل. عندما يتحرك قطاع البناء تتحرك جميع القطاعات، وبالتالي هناك تقاطعات بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية. ربما الاهتمام بالاستثمار وإنشاء مؤسسات جديدة يسمح بخلق مناصب عمل جديدة، وهذا ما سوف يزيد الطلب، يحفز الطلب، وبالتالي يزيد من الإنتاج. هذا نظريا، لكن في أرض الواقع ربما هناك بعض الاختلافات. نتكلم خاصة على ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع الأسعار، لأن الحكومة في السنوات القليلة الماضية مثلا قامت برفع الأجور ورفع خلق ما يعرف بمنح البطالة، زيادات في المعاشات، لكن للأسف الشديد هذه الجهود لم تؤتي أكلها بشكل كافي. لماذا؟ لأنه في الجهة المقابلة كان هناك ارتفاع لمعدل التضخم، ارتفاع في الأسعار، مما أثر سلبا على جهود الحكومة التي لم يحس بها المواطن البسيط. لذلك لاحظنا أن رئيس الجمهورية في مجالس الوزراء الأخيرة، في 3 مجالس الأخيرة خاصة بعد إعادة انتخابه لعهدة ثانية، كان دائما يركز على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال تسخيف الأسعار أو من خلال محاربة الندرة أو إجراءات أخرى. لكن أعتقد بأن الجانب الاقتصادي سوف يؤثر بالإيجاب أيضا على الجانب الاجتماعي. نعم سيد مراد، من بين أبرز ما ينتظره المواطن الجزائري اليوم هو الزيادة في منحة السفر أو المنحة السياحية كما وعد بذلك رئيس الجمهورية. ما هي التقديرات التي ستصل إليها من وجهة نظرك، وما تأثيرات ذلك على سوق التداول اليوم؟ أعتقد أنه بالنظر إلى ربما انخفاض وتراجع قيمة الدينار، وبالنظر إلى عندما نتكلم عن منحة السفر، عن تكاليف ربما المكوث خارج الوطن مثلا 3 أو 4 أو حتى أسبوع، 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع، فهذا يتطلب على الأقل يعني 700 أورو أو 600، تكلموا 600 700 800 أورو. لكن ليس حقيقة الأمر، ليس لدينا معلومات دقيقة عن منحة السفر، لكن أتوقع أنه ما يطلبه المواطن ليس مجرد منحة السفر، لأن السفر في ظل الظروف التي يعيشها أغلب المواطنين هي من استطاع إليه سبيلا. المواطنين الآن يبحثون عن فرص عمل جديدة، عن توظيف خريجي الجامعات، يبحثون عن فرص أخرى، فرص أكثر للحصول على السكن، حتى الموظفين يبحثون عن رفع في الأجور، وفي المقابل يبحثون عن تخفيض للأسعار، عن تحكم في معدلات التضخم. أكبر رهان للحكومة في الفترة القادمة أتوقع أنه التحكم في التضخم وكبح جماح التضخم والارتفاع الحاد في الأسعار. الحكومة مطالبة بتخفيض معدلات التضخم تقريبا من 8-9% إلى 2-3% كي نستطيع أن نقول أن هناك تحسين في مستوى المعيشة لدى المواطن الجزائري، بالإضافة إلى أيضا توفير كماليات أخرى كما قلت، مثل منحة السفر ورفعها إلى المستوى الذي يحفظ كرامة المواطن الجزائري خارج الوطن، لأن المنحة الحالية لا تكفي المواطن لقضاء ليلة واحدة خارج الوطن. نعم أنا أشكرك الخبير في شؤون الاقتصادية والأستاذ بجامعة أم البواقي الأستاذ والبروفيسور مراد كواشي، شكرا لتواجدك معنا في هذه الساعة الإخبارية. شكرا.